تابع زيارة وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان لعدد من أعضاء جماعة الإخوان اللي موجودين في سجن مزرعة ترى للوقوف على أحوالهم، الشكاوى اللي هم شايفينها، مطالبهم وغيره. علشان نعرف أكتر في اللي حصل خلال الزيارة، معنا على التليفون أستاذة شاهندة مقلد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أحد أعضاء الوفد اللي قاموا زيارة النهاردة. برحب بحضرتك معانا يا أستاذ. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. خلينا بس كده من الأول نعرف الزيارة، وقابلتم مين، اتكلمتم مع مين، احكي لي يا فندم اللي حصل. حاضر حاضر. دلوقتي كنت بس يهمني أن أنا أقول لك الوفد كان مكون طبعا من الأستاذ ناصر أمين حفظ الألقاب، والأستاذ محمد عبد القدوس، والدكتور صلاح سلامة، والأستاذ حافظ أبو سعدة، والأستاذ راجي عمران، وأنا. تمام يا فندم. احنا لدينا خطه في المجلس القومي لحقوق الانسان ان احنا نزور كافه السجون مصر ونطمئن فيها على الاوضاع الخاصه بالمساجين، سواء المساجين الاخوان او غير الاخوان، الاوضاع العامه في السجن يعني ومدى تطابقها مع حقوق الانسان وهي بتلتزم بها. ولا يعني الزياره دي مش كانت مخصوصه للاخوان الموجودين في السجن، كانت بشكل هي عام مخصوصه لكل الناس، وطبعا هم يعني جزء رئيسي من السبب، يعني جزء رئيسي من السبب. البرنامج الزياره كان محطوط من قبل اداره الشيخ مقعد الوزير لقطاع السجون اللي هو اللواء محمد راتب، اللي كان ان احنا هو بيستقبلنا الحقيقه، وبعدين زياره لمنطقه القطاع وسجون ترى كلها، والمتابعه بالنماذج المشروعات الانتاجيه والتاهيل. تمام. وتوجه للسجون شديده الحراسه وزياره العنابر والى اخره. عدم مقابل من ضمن بقى تعليمات الزياره، عدم مقابله المحبوسين احتياطيا او التجسس اليهم او فالحقيقه احنا قلنا لهم لا، احنا جايين اساسا نقابل المحبوسين. فسياده اللواء محمد راتب فعلا سمح بده وقال خلاص ما دام انتوا عاوزين تقابلوا المحبوسين هتقابلوا المحبوسين. فتوزعنا جزء اللي هو الاستاذ ناصر امين وراجيه راحوا قسم سجن العقرب، وانا والاستاذ محمد عبد القدوس والدكتور صلاح سلامه وحافظ سعدة رحنا سجن المزرعه وملحق المزرعه. كان يعني كان مهم طبعا ان احنا نقابل الناس في سجن العقرب. قابلتوا مين هناك بقى يا فندم؟ انا المقابله احنا الاول الدكتور الكتاتني والاستاذ بديع رفضوا الزياره. قالوا ايه؟ قالوا سبب قالوا سبب رفضهم ايه يا استاذ شيخ؟ لا ما قالوش، ما يعني احنا قالوا هم مش عايزين يقابلوا. احنا الاستاذ ابو العيلة ماضي، والاستاذ محمد ابو بركه، وسعد الحسين. طيب كنا معنيين بان احنا نعرف هل في شكوى من السجن، هل في تضييق عليهم، هل يعني سوء معامله، هل يعني بهذا الشكل. قال لكم ايه بقى يا استاذه شاهين؟ نعم حبيبي. قال لكم ايه يا فندم؟ قالوا اطلاقا وحيوا سجن تحيه كامله، وان السجن يعني ما فيش اي مضايق من السجن. هم اشتكوا من حاجتين اتنين بس، اللي هي يعني قصر المده بتاعه التريض اللي هي الصبح وبعد الظهر اللي هي قبل قفل الزلازين يعني، والفتره اللي زياره السجون. طب هو دي لسه كنت اقول لحضرتك بقى، دي شكوى عامه بالنسبه للاخوان بس ولا بالنسبه لكل المساجين؟ يعني كل ساعات التريض ده مقصود بيها يعني بس الاخوان هم اللي بيعانوا منها ولا؟ هو دلوقتي دي ده حتى الان، لان هم تحت التحقيق. فعشان يعني تحت التحقيق وكبر عدد المسجونين، هو ده كلام السيد هو محمد راتب، فما كان ما فيش وقت يقدروا يعملوه اكثر من كده. هو طبعا بيتجاوز عن هي حسب القانون، قانون السجون يعني تنظيم الزياره، نص ساعه للمسجون الصبح ونص ساعه العصر، والوقت هو بيديها ساعه، خليها ساعه، هو خلاها ساعه، وزياره الاهل يعني فزودها برضو اظن ساعه اكثر. تمام. ده اللي هو في حدود طاقته انه يعمله مخالفا حتى القواعد بتاعته. طيب بالنسبه اتفضلي يا استاذ. اتفضلي حبيبي. لا بقول لحضرتك بالنسبه بقى لعصام سلطان وموضوع ان خيرت الشاطر هو اللي انابه ان هو يحضر ويقعد مع حضراتكم يعني. لا ده دي بقى دي انا ما سمعتهاش الحقيقه، انا اول مره اسمعها، بس راجيه والاستاذ
ناصر هم اللي ممكن يقولوها. هم اللي قعدوا مع عصام سلطان يعني. هم قعدوا مع عصام سلطان اه. انما احنا انا شفت الاوضه الحجره اللي فيها الاستاذ ابو العيلة ماضي، انا دخلت السجن اكثر من مره ودخلت السجون في كذا حته وفي كذا مكان. طبعا هي اوضه ستار، اوضه فيها حمام فيها تواليت فيها ترابيزه فيها سرير نظيف وفيها كل الامكانيات للاعاشه الانسانيه يعني. السجن يبقى هو السجن طبعا، تقييد الحريه مالوش ثمن بالتاكيد. هم طبعا بالنسبه بقى تدخلوا في موضوع ان في تباطؤ للاجراءات القضائيه يعني. ان شاء الله احنا حاطين برضو هنلتقي بالسيد النائب العام ونطرح ان فعلا نطالب بالتعجيل يعني بسرعه التقاضي لان ده مهم جدا. بشكرك أستاذة شهندة مقلد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان على وجود حضرتك معنا في الحياة اليوم.